في الصف الثالث المتوسط. الآن إن شاء الله راح أبدي وياكم بالمنهج الثالث متوسط على قناتي على اليوتيوب، شرح إن شاء الله من الوحدة الأولى حتى الوحدة الثامنة. نطلب منكم أن تسوون اشتراك لقناتي سلام الخفاجي، العلم للجميع. الآن في قواعد الوحدة الأولى وهو describing places، وصف الأماكن. How can I describe places؟ شلون أقدر أصف الأماكن؟ طبعاً الأماكن تنوصف بالطريقة التالية. نستخدم there is بمعنى يوجد هناك، ونستخدم there are أيضا بمعنى يوجد هناك. نستخدم there is مع السنجلر مع المفرد وهو معناها يوجد هناك، بينما there are نستخدمها مع البلورال مع الجمع. إذا لوصف مكان معين نستخدم there is للمفرد و there are للجمع. تأمل معي هذه الأمثلة، لاحظ أيضا عندنا طبعا قبل ما أعطيك أمثلة عندنا أيضا ثلاث حالات affirmative, negative and interrogative، يعني الحالة المثبتة، الحالة المنفية والحالة الاستفهامية. راح نتناول الحالة المثبتة، لاحظ الأمثلة. مثلا there is a supermarket over there، يعني هناك سوبر ماركت. There is some fruit on the table، يعني هناك بعض الفاكهة على المنضدة. There is a computer in my bag، وهناك يعني كمبيوتر في حقيبتي. أما باستخدام there are، لا، لازم يكون الاسم جمع. There are supermarkets in the city، هناك يعني سوبر ماركتات، أسواق في المدينة. There are computers on the table، هناك حاسبات يعني على المنضدة. There are schools in the city، هناك بعض المدارس في المدينة. نلاحظ من استخدمنا there is with there are، عندنا القاعدة تقول نستخدم there is زائد a أو an مع المفرد زائد اسم مفرد. لاحظ there is a supermarket، أو there is an apple. لاحظ إذا نستخدم الـ a والـ an مع الحالة المفردة باستخدام there is. أما there are لا، هنا ما نستخدم معها لا a ولا an، لأن الـ a والـ an تدل على المفردة. لاحظ أيضا عند هنا حالة النيجاتيف، شلون أسوي نيجاتيف؟ أستخدم النيجاتيف، أستخدم للتعبير there isn't بمعنى لا يوجد هناك، أيضا زائد a أو an زائد اسم مفرد. لاحظ there isn't a supermarket over there، لا يوجد هناك سوبر ماركت. لاحظ there isn't a computer in my bag، لا توجد هناك يعني حاسبة في حقيبتي. There isn't a school in the city، لا توجد هناك مدرسة. There isn't an apple on the table، لا توجد هناك تفاحة على تيبل المنضدة. في حالة الكويستشن شلون نسوي انتروجاتيف؟ سؤال، طبعا السؤال نقدم الإز على الذير، صارت إز ذير. لاحظ صير إز ذير. إز ذير سوبر ماركت إن ذا سيتي، هل توجد هناك يعني يوجد هناك سوبر ماركت بالمدينة؟ Is there a mall in Baghdad؟ هل يوجد هناك مول في بغداد؟ Is there an apple on the table؟ هل توجد هناك يعني تفاحة على المنضدة؟ وهكذا. إذا نستخدم there is زائد a و an للمفرد الaffirmative، بينما النيجاتيف نستخدم لها there isn't زائد a و an بمعنى لا يوجد هناك. ومن ثم الكويستشن السؤال نستخدم is there a أو an زائد الاسم المفرد وعلامة استفهام في النهاية. هسه هاي في حالة المفرد. ننتقل إلى حالة الجمع، شلون نستخدم حالة يعني نستخدم الاسم الجمع مع وصف الأماكن. لاحظ نستخدم there are بمعنى يوجد هناك لكن للجمع. There are supermarkets in the city، توجد هناك يعني سوبر ماركتس، أسواق. There aren't، لا يوجد هناك سوبر ماركتس in the city، هاي حالة نفي. There aren't، لا يوجد هناك computers. في حالة السؤال نقدم الـ are على الـ there، صارت are there schools in the city، هل توجد هناك مدارس في المدينة؟ Are there computers on the table، هل توجد هناك حاسبات على المنضدة؟ Are there laptops in the school، هل توجد هناك حاسبات لابتوب في المدرسة؟ أو هكذا. الآن ننتقل إلى الأمثلة، خلينا ناخذ أمثلة. لاحظ شلون راح اسوي المثال، انتبه عليه. هسه بما انه عندي القاعده تقول there is a و a is زائد اسم مفرد، مثلا there is a super
ماركت، يوجد هناك سوبر ماركت. هاي حالة affirmative، حالة مثبتة. شلون أنفيها هاي الجملة؟ راح أنفيها بالطريقة التالية: there isn't، لا يوجد هناك. صارت there isn't، لا يوجد هناك سوبر ماركت. أيضا a super market، لا يوجد هناك أي، يعني لا يوجد هناك سوبر ماركت، لا يوجد هناك سوق. في حالة السؤال أقدم الـ is على الـ there. لاحظ الـ is أجيبها على الـ there، صارت is there. is there بمعنى هل يوجد هناك a، لاحظ الـ a نزل، سوبر ماركت بمعنى هل يوجد هناك سوق. ناخذ مثال ثاني: there is an apple، يعني هناك تفاحة، on the table، على المنضدة. لاحظ there is an apple، استخدمت الآن لأن الكلمة apple الاسم المفرد يبدأ بصوت علة، أو مثل ما معروف بالوسط العلمي حرف علة. الآن في حالة النيجاتيف شلون أقول there is، لا توجد هناك تفاحة؟ there isn't، لا توجد هناك. لاحظ there isn't، لا توجد هناك an apple، تفاحة an apple on the table، لا توجد هناك تفاحة على المنضدة. إذا وصفت المكان، لا توجد هناك أي تفاحة. الآن في حالة السؤال شلون أقول هل توجد هناك؟ أقول is there، is there an apple، هل توجد هناك تفاحة، on the table، وعلامة استفهام. صارت there is an apple on the table، توجد هناك تفاحة على المنضدة. في حالة النيجاتيف there isn't an apple on the table، لا توجد هناك تفاحة على المنضدة. في هذا السؤال is there an apple on the table، هل توجد هناك تفاحة؟ إذا نستخدم there is في حالة المفرد يعني للمثبت، وفي حالة المفرد للنفي there isn't، وفي هذا السؤال is there. ننتقل إلى حالة الجمع. أيضا عندنا three cases، ثلاث حالات، اللي هي affirmative، negative and interrogative، اللي هي حالة مثبتة، حالة منفية and interrogative، وهو حالة question أو السؤال. لاحظ هنا there are، احنا طينا أمثلة عليها، راح أعطيكم بعد أمثلة. مثلا there are books on the on the store، هناك كتب في الستور، المخزن. في حالة النفي there aren't books، لا توجد هناك كتب. في حالة السؤال are there books، هل توجد هناك كتب؟ إذن هنا there are books، توجد هناك كتب، in the store، في المخزن، توجد هناك كتب في المخزن. في حالة النفي راح أقول there aren't، لا توجد هناك. لاحظ there aren't books in the store، لا توجد هناك كتب في المخزن. في حالة السؤال راح أقول are there books in the store، هل توجد هناك كتب في المخزن؟ صارت are there، هل توجد هناك، لاحظ books in the store، علامة استفهام. لاحظ استخدمنا there are مع الاسم الجمع، بينما هنا there is مع الاسم المفرد. في حالة النفي there aren't مع الاسم الجمع اللي هو books، هنا there isn't مع الاسم المفرد اللي هو supermarket. في حالة السؤال استخدمنا are there مع الاسم الجمع اللي هو books، بينما is there مع الاسم المفرد اللي هو supermarket. ناخذ ايضا مثال اخر: there are computers at school، توجد هناك حاسبات في المدرسة. في حالة النفي there aren't، لا توجد هناك computers at
school لا توجد هناك حاسبات في المدرسة. في حالة السؤال are there, هل توجد هناك, are there computers at school وعلامة استفهام. إذن نستخدم الـ there are مع الاسم المفرد الجمع, ونستخدم الـ there is مع الاسم المفرد في حالة النفي, الـ there isn't مع المفرد, والـ there aren't مع الجمع. في حالة السؤال الـ is there مع المفرد, والـ are there مع الجمع. راح أعطيكم بعض الأمثلة على الجمع. لاحظ هنا مثلا there is, هناك a beautiful city in Baghdad, هناك مدينة جميلة في بغداد. في حالة النفي there isn't a beautiful city in Baghdad. في حالة السؤال is there a beautiful city in Baghdad, هل توجد هناك مدينة جميلة في بغداد. الآن نستخدم some وany مع there is و there are لوصف الأماكن. هنا some تستخدم مع الجمل المثبتة فقط, تستخدم مع الجمل المثبتة فقط وتعني بعض. لاحظ there is some food in the fridge, توجد هناك بعض يعني الطعام. There is some fruit on the table, لاحظ some دائما مع المفرد. أو there are some books, لاحظ مع الجمع استخدمنا there are some books. بينما نستخدم الاني مع النفي والسؤال في حالة استخدام there is و there are, يعني تأتي الاني مع النفي والسؤال. لاحظ المثال there aren't any books in the store, there aren't any computers on the table, there isn't any fruit in the fridge, there isn't any beautiful city in Baghdad, وهكذا. إذن إحنا نستخدم الاني مع النفي والسؤال. الآن نطبق عليها في هذه الفراغات. لاحظ ناخذ مثال there is some fruit in the fridge, there is some fruit in the fridge. إذن there is some fruit in the fridge. بينما نستخدم أيضا there are, لاحظ there are some books in the store. إذن استخدمنا أيضا some. إذن some تستخدم مع there is with there are في حالة ماذا؟ في حالة المثبت فقط. لاحظ there is some fruit, there are some books. إذا نستخدم there is with there are ذيهن في حالة مثبت تيجي وياهن الكلمة some وتعني بعض. طيب ماذا عن الاني؟ تستخدم الاني مع النفي والسؤال. لاحظ هنا there isn't any fruit, لا توجد هناك أي فاكهة in the fridge, لا توجد هناك أي فاكهة in the fridge. أيضا there aren't any books, لا توجد هناك أي كتب. لاحظ استخدمنا الأني, لاحظ هنا استخدمنا الأني مع there is في حالة النفي, واستخدمنا الأني مع there are في حالة النفي. أيضا نقدر نستخدمها there يعني الأني في حالة السؤال مع there is و there are. الآن ننتقل إلى حالة استخدام يعني الأني مع السؤال. صير is there any fruit, هل توجد هناك أي فاكهة on the table مثلا on the table وعلامة استفهام, هل توجد هناك أي فاكهة on the table. لاحظ استخدمنا هنا الأني لأن كانت سؤال مع ال is there. أو are there, نستخدم are مع الجمع are there any books at school,
هل توجد هناك أي كتب art school في المدرسة؟ إذا نستخدم الأني في حالة النفي وفي حالة السؤال. الآن أحبتي طلبة الصف الثالث، ننتقل إلى الصيغة الوزارية شلون تجينا بالامتحان الوزاري على هذا الموضوع. لاحظ أنا أعطيتك هنا القاعدة، نزلت لك كما هي حتطبق عليها. أيضا بها ثلاث حالات للتذكير، هي affirmative, negative and interrogative، مثبتة منفية واستفهامية. أيضا الحاشي لاحظ القاعدات اللي هي القاعدة الأولى بالذير إز والقاعدة الثانية بالذير آر مع النفي والسؤال. نجي للصيغ الوزارية، لاحظ السؤال الأول there is لو there are cars at the park، يريد منك هنا تختار، هل تختار there is cars at the park يعني هناك، يعني cars جمع لو there are وcars جمع. احنا بما انه عندنا السيارات هنا cars جمع، لاحظ جمع، اذا نختار there are، نختار there are. هذا سؤال وزاري حتى تتعلم شلون تحله بهالطريقة هاي. بما أنه جمع عندي هنا اختار there are. النمبر 2 فراغ وورا in the fridge are there لو is there. لاحظ هنا بما أنه عندي علامة استفهام إذن هو خلص يعني سؤال. طيب هنا عندي يعني مفرد لو جمع water ما بي اس، إذن هو مفرد، لاحظ مفرد water ما، إذن نختار is there، نسأل على المفرد باستخدام is there. is there، إذن الاختيار صار is there. number 3 there are some books on the table make negative، سوي نفي، هناك بعض الكتب على المنضدة، أيضا سؤال وزاري هذا، سوي نيجاتيف. احنا قلنا الصم ما يصير تجي ويا حالة النفي وحالة الاستفهام، فقط اني تأتي مع حالة النفي والاستفهام. بالنسبة للصم مع حالة تأتي مع الحالة المثبتة فقط. اذا there are شو راح اسم فيها؟ تصير there aren't. there aren't، نفيت there are تحولت الى there aren't. لاحظ there are هنا there aren't. طيب وصلنا إلى من؟ وصلنا للصم. تتحول الصم إلى من؟ إلى أني، لأن الآن عندي القاعدة تقول وفي حالة النفي والاستفهام نحول الصم إلى أني. في حالة النفي والاستفهام تتحول الصم إلى أني. إذا حولنا الصم إلى أني، ومن ثم تنزل بوكس on the table. هنا لاحظ صارت there are some books on the table، هناك بعض الكتب على المنضدة. النفي مالتها there aren't any books on the table، لا توجد هناك أي كتب. لاحظ الصم لازم تتحول إلى any، ليش؟ لأن ما يصير الصم مع حالة النفي، فقط الصم مع حالة المثبت، لازم يحول الصم إلى any في حالة النفي والسؤال. number 4 there are some plants and trees، هناك بعض النباتات والأشجار. make a question، صيغ سؤال، أيضا عد صم. لاحظ هسه شلون أصيغ سؤال من there are؟ لاحظ إحنا إذا عدنا there are أصير are there، تتحول إلى are there، نحولها إلى are there، يعني نقدم ال are ونحوله بحرف كبير أمام there، صارت are there. هل يوجد هناك؟ الصم أيضا تتحول إلى any، لازم نحولها إلى any. إحنا قلنا الصم ما يصير تبقى في حالة النفي والسؤال، لازم تتحول إلى any. وهاي الملاحظة plants تنزل and trees علامة استفهام، لأن هو يقول لي بالسؤال make a question، صير سؤال. number 5 there isn't، لاحظ الجملة منفية، أريد أختار بين الأني لو بين الصم. لاحظ هنا there isn't any لو there isn't some money. هنا بما أنه أنا عندي نفي، الصم ما يصير تجي إلا فقط في حالة المثبت، إذا نختار any. هاي الحالة نختار يعني الجواب مالك راح يكون بهاي الطريقة، لازم تنزل يعني تختار فقط، شوف الخيارات تختار فقط. أما إذا كانت جملة لازم تكتبها بالكامل، مو بس تكتب لي يعني there are تحولها
are there يعني أو there aren't وتسكت. لا، لازم تتحول الجملة يعني تكتبها بالكامل حتى تأخذ درجة من المصحح بارتياح. لاحظ هنا الاختيارات، لا فقط تختار. إن شاء الله معكم في محاضرات قادمة بحول الله. شكرا لكم.